اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان كلامنا في الدرس 44 أنواع الجواهر. تحدثنا في المقدمة عن النظريات المطروحة بين المشائين والإشراقيين فيما يتعلق بأنواع الجواهر، وقلنا بأن المشائين أوصلوا أنواع الجواهر إلى خمسة، وهي الجوهر العقلاني والجوهر النفساني والجوهر الجسماني والمادة والصورة. أما الإشراقيين فجعلوها ثلاثة، وهي عبارة عن جوهر العقلاني والجوهر النفساني والجوهر الجسماني، حادثين المادة والصورة. تحدثنا عن بعض الإشارات في هذا الموضوع، ثم قلنا بأن المصنف سوف يبدأ إن شاء الله تعالى الحديث عن كل نوع من أنواع هذه الجواهر. وصلنا إلى صفحة 174 في الفقرة الأخيرة. كان الحديث عن الجوهر الجسماني. قلنا أول نقطة في الجوهر الجسماني أصل إثبات الجوهر الجسماني. قد يعني ينكر وجود الجوهر الجسماني من حيث أنه مثلا الجوهر الجسماني، ما الدليل على وجوده؟ وقد أقام المصنف دليلا على وجوده، قلنا إما أن يكون هذا الذي نحس به من الوضع الخارجي، إما أن يكون من صنع أنفسنا، وإما أن يكون من صنع الله في نفوسنا بلا واسطة، وإما أن يكون من صنع الله في نفوسنا مع واسطة. فرجح المصنف الفرضية الأخيرة مخالفا في ذلك جورج بيركلي. النقطة الثانية التي وصلنا إليها الآن فيما يتعلق بالجوهر الجسماني، أن بعض الغربيين من الفلاسفة الغربيين ذهبوا إلى أن المعيار في إثبات وجود شيء أو عدم وجوده عبارة عن خضوعه للتجربة الحسية. إذا شيء يخضع للتجربة الحسية فأنظر فيه، فإن ثبت لي بالحس قلت هذا ثابت وموجود، وإن لم أره بالحس أقول هو ليس بالوجود. الآن نحن أمام هذه الأجسام من حولنا، ما يسمى بالأجسام من حولنا، نريد أن نعرف ماذا ينال الحس منها. الحس أنت الآن خذ النظر مثالا، أنت تنال الشكل اللون، خذ الشم أنت تنال الرائحة، أنت تنال الصوت، أنت تنال الطعم، وأنت تنال مثلا الخشونة كونه مثلا ناعم. هذا هو الذي أنا أدركه بالحس، يقول الفيلسوف الغربي التجريبي. يقول أنا لا أدرك بالحس حجرية الحجر ولا جسمية الحجر، أدرك بالحس الشكل، النوم، الطعم، الرائحة، الصوت، هذا الذي أدركه، فأقول هذه موجودة. أما وراء هذه هل يوجد الجوهر الجسماني؟ هل يوجد شيء جوهري اسمه الجسم وهذه عارضة عليه؟ هذا من أين أثبته؟ الفيلسوف التجريبي يقول لك هذا لا أستطيع أن أثبته. ما عنده قدر. جورج بيركلي يقول لك ما عنده قدرة على إثباته. جورج بيركلي فيلسوف تجريبي؟ نعم، حسي ينتمي إلى المثالية الفلسفية. نحن هنا نريد أن نقول كل ما يناله الحس هو شكل الأشياء، لونها، طعمها، رائحتها، صوتها، هذا. أما ما وراء ذلك تقول لي في شيء ما وراء ذلك، هذه الأشياء كلها تعرض علي اسمه الجسم، اسمه الجوهر الجسماني، هذا من أين أنا أثبته؟ لا أستطيع أن أثبته. فإذا ما دام لا يخضع للتجربة الحسية أقول هو غير موجود. المصنف يريد أن يناقش هذه الفكرة. يقول نفس المناقشة التي مرت معنا إذا تذكرون في درس أسس الفلسفة والمذهب الواقعي لعلام الطباطبا. يقول يا أخي أنت الآن ترى هذه الأشياء وتخضع للحس هذه الأشياء، هذه الأشياء إما أن تكون جوهرا يعني الشكل واللون والطعم والرائحة، هذه إما أن تكون جواهر في حد نفسها، وإما أن تكون عوارض، إما جوهر إما عارض، لا ثالث لهما. إن كانت عوارض فالعرض لا بد له من موضوع يعرض عليه، مستحيل أن يكون عرض بلا موضوع، لا خلفكم عرض، لا بد له من موضوع يعرض عليه. فإذا لا بد أن يكون الشكل والطعم واللون والرائحة وما شابه ذلك، هذه تعرض على شيء اسمه الجسم، نحن لا نراه بالحواس ولكننا ندركه بالإدراك العقلي. هذه إذا كانت عوارض. أما لو كانت جواهر نقول لك هذا هو المطلوب، هذا هو الجوهر الجسماني. يعني أنت كثرت الجواهر، نحن نقول لك هذه كلها عوارض لجوهر واحد، أنت جعلت الجواهر كثيرة، وهذه فقد أثبتنا الجوهر.
هذا نسميه جوهر جسمي. صرف النظر نحن لا نعتقد انها جواد، لكن هذه هي الجواهر الجسمانيه تكون حينئذ. فاذا لم يستطع، لا يستطيع الفيلسوف الغربي من وجهه نظر المصنف ان ينكر وجود الجوهر الجسماني، لان هذه الاشياء التي تخضع للتجربه عنده من اللون والطعم والرائحه والى اخره والشكل، هذه اما تكون هي جواهر فنقول هذه الجواهر الجسمانيه لنا خاضع للحس والتجربه، واما ان تكون عوارض فنقول له ان العارضه لا بد له من الموضوع، فهذه تعرض على الجوهر الجسماني. اذ لا يمكن ان تعرض هذه العوارض الحسيه على جوهر عقلاني مجرد اذ لا ربط بينهما. وبذلك نثبت وجود الجوهر الجسماني. نحن في درس الفلسفه على ما اذكر ربما هنا في السنه الماضيه لا اذكر قلنا هذا ليس بدليل، ليس بمعنى انه ليس بدليل، اصلا هذا كلام لا علاقه للفيلسوف الغربي به. الفيلسوف الغربي لا يريد ان ينكر الجوهر الجسماني او يثبت الجوهر الجسماني ويقول هذه جوهر او هذه عرض. هذا التقسيم تقسيم الفلسفه الاسلاميه، هذا التقسيم منظار الفلسفه الاسلاميه الى الواقع الخارجي. كل ما يريد الفيلسوف الغربي مثل جورج بيركلي من ان يقول لا يوجد شيء غير هذه الاشياء، الشكل واللون والطعم والرائحه. هو ليس في مقام بيان ان هذه الاشياء هي جواهر او هي اعراض فتعرض على جواهر فلا بد من وجود جوهر. هو كل ما يريد ان يقول حيث ان الحس والتجربه هما المعيار التام النهائي للكشف عن الاشياء وجودا وعدما، فحيث انه لا يقع داخل اطار الحس والتجربه الا هذه الاشياء من الشكل واللون والطعم والرائحه، فاقول هذه موجوده غيرها ليس بموجود. سميها جواهر سميها غير جواهر، انا ما لم اقصد انكار الجوهر الجسماني، اصلا بيركلي ليس لم يكن قصده اساسا انكار الجوهر الجسماني. هم فهموا من كلامه، ليس فهم من كلام من عباراته، هم أدخلوا كلامه في سياق التقسيم الفلسفي الإسلامي فقالوا إذا أنت تنكر وجود الجوهر الجسماني، وليس بصدد هذا الموضوع أساسا. إذن وبهذه الطريقة بهذين الدليلين اللذين مروا معنا أو ثلاثة أدلة صار أمس دليلين واليوم دليل، بهذه الأدلة نثبت وجود الجسم، يعني الجسم موجود وهذا الذي نراه بحواسنا عوارض الجسم، يعني شكله الجسم، الجسم انا لا ارى الجسم، انا ارى شكله. العين مثل الكاميرا، اذا اخذت صورتها لا يوجد فيها جسم، يوجد فيها صوره فقط. الاذن فقط صوت مثل الريل بلاير، فقط صوت. الفم فقط ذوق، الانف فقط رائحه. هذه الاشياء بالدليل العقلي نثبت انها مرتبطه بشيء تحل فيه تعرض عليه، ونسمي هذا الشيء بالجوهر الجسماني، اي انه جوهر وليس بعرض، هو لا يعرض على شيء، هو فقط موجود قائم بنفسه. هذا البحث بالجوهر الجسماني. تعقيب اخير قبل ان ندخل بالجوهر النفساني، يعني هو الرؤيه الاخيره كانت لجورج بيركلي لو ديفيد هيوم؟ لا جورج بيركلي باعتبار ديفيد هيوم جوهر نفساني ينكر. نعم ديفيد هيوم ينكر كما نسب اليه المصنف الجوهر النفساني. وهو الجوهر الجسماني. وجورج بيركلي ينسب اليه المصنف انكار الجوهر الجسماني واثبات فقط العوارض. فقط العوارض، وان كل موجود لا وجود له ما وراء النفس، صحيح؟ هذا اخر، هذه جهه اخرى. نحن اذا تتذكرون امس قلنا ندرس هذا الموضوع من جهتين. الجهه الاولى اللي مرت معنا في الدرس الماضي اللي هي موضوع ان هذه الصور يفيض الله علينا. طيب. والجهه الثانيه من زاويه مصدر المعرفه اللي هو الحس. وحيث ان الحس لا يقع الا على الظواهر، فلا نستطيع ان نثبت ما وراء الظواهر، لا استطيع ان اثبت وجود التفاحه، انا اثبت ان هناك صوره تفاحه، لان العين ترى صوره تفاحه فقط. فجهه البحث تختلف، يعني جهه البحث تختلف، وان كان النتيجه انكار الجوهر الجسماني. نعم احسنت. الجوهر النفساني، هل يوجد شيء اسمه النفس، الروح الانسانيه، او لا يوجد؟ المصنف يقول يمكن اثبات وجود النفس أو الروح الإنسانية من عدة طرق. أولاً الطريق الحضوري، ثانياً الطريق الحصولي. الطريق الحصولي أيضاً فيه عدة طرق. أما الطريق الأول أي العلم الحضوري فهذا كلام العرفاء، إذ يقول بأن كل إنسان يدرك بنفسه بذاته وجود نفسه ويرى أنني موجود، وهذا الإدراك تولد النفس ضعيفة. في عندنا اعتقاد العرفاء فلسفة الصدرائيين أن النفس تولد ضعيفة ثم تبدأ تنمو. النفس ليس الجسد، النفس تبدأ تنمو.
ولذلك يقولون كلما ازداد الإنسان علما وكمالا كلما ازداد سعة وجودية. مثل أنت مثلا شيء تنفخ فيه فيزداد سعة للوجود المادي، فالنفس أيضا كلما ازدادت علما ازدادت تقوى ازدادت صلاحا كلما اتسعت حيث ظرفية وجودها، ويسمون ذلك بالسعة الوجودية. ومن هنا كان ابن سينا يقول بأن العلم من الكيفيات النفسانية التي تعرض على العقل الإنساني. أما صدر المتألهين فلا يقول بأن العلم من الكيفيات النفسانية، بل يقول العلم أصلا هو جوهر النفس، جزء من صيرورة النفس. فكلما زاد العلم زاد النفس، نفسك أصلا زادت ليس أنه مثلا شيء عرض عليه والنفس بعد هي نفسه. لذلك يعتقدون بأن الإنسان عندما يكون صغيرا نفسه ضعيفة، عندما يكبر تنمو هذه النفس، ويقولون وهو يخطأ فيتوهم بإدراكه، يتوهم أن نفسه هو بدنه. لكن عندما يسير، هذا هو برهان علم الحضور، وعندما يسير في طور التكامل المعنوي وفي الرياضات الروحية ويبدأ يتجرد عن نفسه ويبدأ يسيطر على عن جسده ويبدأ يسيطر على جسده، وحينئذ يدرك بوضوح أن نفسه شيء، أن روحه شيء، وأن جسده شيء آخر. وكثيرون هم الذين كانوا يقولون بأنهم كانوا عندما تستعصي عليهم مسألة يذهبون للصلاة وفي السجود يغادرون أجسادهم، وكثيرون كانوا يقول كنت أنظر إلى جسدي، وحتى بعض المعاصرين اليوم يعبر هذه العبارة، وأنا أنظر إلى جسدي ومن الأعلى وأراه وإلى آخره. فيقول المصنف يقول هذا سبيل العلم الحضوري، أنه الإنسان بالتجربة بالرياضة الروحية يستطيع أن يدرك أنه غير بدنه، وأن هناك شيئا اسمه الأنا يختلف عن هذا البدن الموجود عندي، وهذا ما يثبت وجود جوهر غير جسماني نسميه بالجوهر النفساني. طبعا هذا السبيل للإحراز، هذا السبيل لإثبات وجود الجوهر النفساني سبيل شخصي، لأن التجارب العرفانية كما درسنا في محله تجارب شخصية غير قابلة للتعميم ما لم تتحول إلى برهان فلسفي. فبمجرد أن العارف تحصل معه مثل هذه التجربة، هذا لا يعني أن القضية قد ثبتت بالنسبة إلينا، بل لابد أن تثبت بالنسبة إلينا لأن نخوض نحن تجربته هذه. فإن حصلت معنا هذه التجربة فأدركنا بالعلم الحضوري أننا مختلفين عن الأبدان وأن الأبدان شيء مغاير لذواتنا، فبها ونعم. وإن ما حصلت لنا مثل ذلك لا يستطيع أن يلزمنا بشيء. إذن الدليل العلم الحضوري دليل شخصي تجريبي، تجريبي بمعنى التجربة العرفانية، تجريبي خاص بالشخص نفسه ومتقوم بدرجات من التكامل المعنوي تحتاج إلى أن يبلغها الإنسان، ولا يحصل الإنسان عليها بالعلم الحصول. هذا السبيل الأول وهو سبيل شخصي في العادة، ولكن يدل من المصنف أنه سبيل أفضل وأسمى فطبيعي أن العلم الحضوري دائما عندهم أقوى من العلم الحصولي. لا هو طريقة العرفاء الفلسفة الصدرائية، دائما قلنا في الدروس الماضية بأن العلم الحضوري دائما 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 له تقدم في الفلسفة الصدرائية على العلم الحصولي وله أولوية، ويعتبرون أن له مساحات شاسعة نحن لا ننتفت إليها. بس المصنف اتفاقا المصنف من الذين لا يقولون بأن للعلم الحضوري مساحات شاسعة، لكن غيره أكثر منه يقول أنه هو مساحات شاسعة. سيأتي معنا إن شاء الله ربما بعد بضع الدروس سيأتي معنا بحث العلم الحضوري وأنواع العلم الحضوري، وكيف أن المصنف هو من القائلين بضيق دائرة العلم الحضوري، على خلاف كثير من الصدرين الذين يقولون بسعتها ساعة غريبة، يعني كما سوف نرى فيما بعد إن شاء الله. تقريبا المصنف لأنه يلمشى يعني مشى لا سيما في هذا الكتاب فلسفة ملا صدرها تقريبا، نعم لا سيما في هذا الكتاب وفي تعليقاته على نهاية الحكمة له ميول مشائية واضحة، وحاول أن يجمع بينها وبين بعض نتائج الفلسفة الصدرية. هذا السبيل الحضور. في المقابل عن السبيل الحصولي، أي الأدلة والبراهين الناتجة عن إعمال القوة العاقلة عند الإنسان. هذا السبيل الحصولي المصنف يقسمه إلى ثلاث أقسام إذا أردنا أن نفهرس بحثه. القسم الأول أدلة الأدلة النقلية ونحو النقلية هنسميها. القسم الثاني الأدلة الفلسفية القائمة على العلوم التجريبية. القسم الثالث الأدلة الفلسفية المحضة. إذا أردنا أن نقسم دليل أدلة المصنف التي أشار إليها فيمكننا وضع فهرسة بهذه الطريقة: دليل العلم الحضوري، دليل العلم الحصولي، دليل العلم الحصولي. ثلاث أشكال. الشكل الأول ما يرجع إلى الأدلة النقلية ونحوها حتى ندخل بعض ما ليس من النقل، لأن هذا التقسيم تقسيم يعني تسامح شوية، نحن عم نحاول نجمع فقط كلمات المصنف.
وقسم الثاني أدلة الفلسفية القائمة على المعطيات العلمية التجريبية، والقسم الثالث الأدلة الفلسفية المحضة، أي التي تقام على تجرد النفس ووجود الجوهر النفساني بلا حاجة إلى العلوم الطبيعية ولا إلى الأدلة النقلية. أما النوع الأول من أدلة علم الحصول، أي الأدلة النقلية وما كان من قبيلها، فيقول المصنف هذا مثل كرامات الأولياء، مثل ما يخبر العرفاء والأولياء عن ما حصل معهم، مثل ما يخبر الأنبياء والصلحاء عما حصل معهم، هذه كلها أدلة، هذه كلها أدلة تثبت لنا أن هؤلاء هم يقولون لنا أنا ارتفعت رأي جسدي، هم يقولون أنا عندي كرامات وأستطيع أن أقوم بها دون تدخل الجسد وإنما هي من خلال الروح. نعم هذا يحتاج إلى الإثبات التاريخي لهذه المنقولات، والمصنف يدعي يعني يقول بأن إنصافا أن هذه المنقولات سواء في الديانة الإسلامية أو في الديانة المسيحية أو في اليهودية وغيرها تفوق حد التواتر، فيقول نحن نثبتها بهذه الطريقة. هذا سبيل ليس مهما كثيرا يشير إليه، ويلحق به ما كان مثل الرؤية، يقول الرؤية المنام، أنت ترى المنام، المنام كيف تفسر لي المنام إذا كان لا يوجد جوهر نفساني؟ إذا فما معنى المنامات حينئذ؟ لا معنى لها. يقول لا معنى للمنامات حينئذ. من الذي يرى المنام؟ الجسد، الجسد غايب، الجسد يغط في سبات. إذا نعم حتى لو كان فرويد له تفسير للمنام، لكن هذا التفسير للمنام قائم على وجود النفس، هكذا لن ينتهي. هذا التفسير للمنام قائم على وجود النفس، وإلا من الذي رأى المنام؟ المفروض أن الجسد قد خمد وانتهى، أشبه بالميت. كذلك الحال في التنويم المغناطيسي، يقول المصنف هذا قد ثبت في الدراسات العلمية أشياء كثيرة تتعلق به، ويستطيع الإنسان أن يسيطر على نفس إنسان آخر دون علاقة لهذا الموضوع بالجانب الجسدي، وأمثال هذه الأمور. هذه نحن نسميها الأدلة النقلية وشبه النقلية التي يستند إليها المصنف، لكنه لا يضيد بها. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة الفلسفية القائمة على أدلة علمية، ويذكر المصنف دليلا واحدا، وهو دليل ذكره ابن سينا قبل 10 قرون أو 8 قرون مثلا، وهو عبارة عن دليل غير المتغير غير المتغير، اسمه الدليل غير المتغير. هذه غير المتغير كلمة واحدة، هذا الذي هو غير المتغير هو غير متغير. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المقدمة الأولى نأخذها من العلوم الطبيعية التجريبية، وهي عبارة عن أن جسد الإنسان يتغير ويتحول باستمرار، حتى أن الخلايا تتبدل وتفنى خلايا وتأتي مكانها خلايا أخرى، حتى أن الخلايا الدماغية والخلايا العصبية كما يدعي المصنف، حتى هذه أيضا كلها تتبدل خلال مضي سنين عمر الإنسان. فإذا كان الإنسان، هذا المقدمة الأولى وهي مقدمة صغروية أخذناها من العلوم التجريبية. الكبرى نقول إذا كان الإنسان هو هذا البدن وليس وراء البدن جوهر نفساني، فهذا معناه أنه لابد أن يتغير. كان كيف لن يتغير؟ إذا كان هو البدن فالبدن زال وجاء بدن آخر قبل 20 سنة، بدني غير بدني الآن، فلا بد أن تكون روحي ونفسي غير روحي ونفسي الآن، مع أن هذا لا يتفوه به أحد. إذن فغير المتغير، من هو غير المتغير؟ أي النفس، أنت تشعر بأن الأنا ثابتة. غير المتغير أي النفس، هذا مغاير للشيء المتغير الذي هو البدن، فالنفس ليست هي البدن. إذا المقدمة الأولى من أين أتينا بها؟ من الدراسات الطبيعية التي تثبت تغير البدن تغيرا شاملا بما في ذلك الجهاز العصبي والدماغي. المقدمة الثانية وهي فلسفية، ونقولنا بأن هذا الدليل قائم على هو دليل فلسفي قائم على معطيات علمية. الدليل الكبرى أقول الشيء غير المتغير، هذا مغاير للشيء المتغير، نتيجة النفس غير البدن. النتيجة تكون النفس غير البدن، يعني غير المتغير ليس هو المتغير. أحسنت، ليس هو المتغير، لكن تفننا في التعبير. نعم نعم. فيقولون غير المتغير، غير المتغير، وهذا كان من الأدلة التي ساقها ابن سينا، ربما يكون هو الدليل الخامس من الأدلة العشرة التي أقامها ابن سينا على تجرب النفس. نعم. هذا النوع الثاني من الأدلة، يشير إليه سريعا المصنف أيضا. هذا النوع الأول أدلة نقلية وما كان من قبيلها. النوع الثاني أدلة فلسفية قائمة على أدلة تجربية أو على معطيات تجربية. النوع الثالث الأدلة الفلسفية المحضة. الأدلة الفلسفية المحضة على نوعين، أدلة فلسفية مباشرة على تجرد النفس، وأدلة فلسفية محضة غير مباشرة على تجرد النفس. كيف؟ الأدلة الفلسفية غير المباشرة يعني أنا أذهب إلى العلم، أذهب إلى الإدراك، أذهب إلى الحالات النفسية، أقول هذه مجردة،
ومن خلالها أثبت تجرد النفس التي تحل فيها الإدراكات. هذا نسميه طريق غير مباشر. يقول المصنف هذا الطريق لن نبحثه الآن، سنتركه للبحث عن كيف، لأن في الكيف سوف نقسم الكيف إلى أقسام، ومنها الكيفيات النفسانية، ومن ضمن الكيفيات النفسانية العلم كما هو رأي المشهور للمشائين، ونبحث هناك في العلم وعن تجرد العلم وتأثيرات تجرد العلم، ولذلك يعرض عن هنا. يقول سأكتفي هنا فقط بالأدلة الفلسفية المحضة على تجرد النفس مباشرة، يعني بدون توسط مباحث الكيف النفساني ومباحث العلم وغيرها. كيف؟ يذكر فقط دليلان في المقام. إذن حتى أرجع فهرس الموضوع، قلنا أن الجوهر النفساني في عنا سبيلين لإثباته، سبيل العلم الحضوري وهو سبيل شخصي خاص، وسبيل العلم الحصولي وهو سبيل قابل للتعميم. في سبيل العلم الحصولي المصنف ذكر ثلاث سبل: سبيل الأدلة النقلية وما كان من قبيلها، سبيل الأدلة الفلسفية القائمة على معطيات تجريبية وهو بين قوسين غير المتغير غير المتغير. ثالث سبيل الأدلة الفلسفية المحضة. في سبيل الأدلة الفلسفية المحضة عندنا نوعين من الأدلة الفلسفية: الأدلة الفلسفية المحضة المباشرة، أي التي لا تتوسط بحثا فلسفيا آخر، لا نحتاج إلى أن نبحث مسألة فلسفية أخرى لكي نقيم البرهان، وأدلة فلسفية محضة لكن غير مباشرة، أي تحتاج إلى بحث مسألة فلسفية أخرى ومن خلالها نطل على مسألة تجرد النفس، ومثاله الأساس بحث الكيفيات النفسانية. أما الأدلة فلسفية، أما الأدلة حصولية فلسفية محضة مباشرة، فيذكر المصنف منها نموذجان فقط. الدليل الأول، لا يذكر المصنف اسمه، وهو الدليل الذي ذكره الشيخ رئيس ابن سينا والمعروف ببرهان الرجل المعلق في الفضاء. هذا الرجل المعلق في الفضاء يقول ابن سينا عنده دليل، يقول حاول تتصور معي مشهدا، انت صاحب التجربه، لست انا، انت صاحب التجربه، حاول تتصور معي انك في الفضاء وان الفضاء لا توجد فيه حركه الرياح، سكون تام ولا يوجد صوت، بعيد عن ضجيج الطبيعه، ولا يوجد صوت ولا يوجد حراره او بروده، كانما جمود في الطقس، نفس حراره جسمك، ولا يوجد شيء تتذوقه، وانت مثلا مقفل فمك حتى لا، عفوا، انفك حتى لا يعني تشم رائحه، كل شيء مسكر ومغمض عينيك وتطير في الفضاء. انت الان عندما تطير في الفضاء، هذه اللحظة التي لا يحتك جسدك فيها بأي شيء، بين قوسين ما معنى هذا الكلام بعبارتنا الجديدة المعاصرة؟ يعني لا توجد رسائل ترسلها الحواس إلى الدماغ، هذا الذي يريد أن يثبته. يعني من الناحية المادية ما في رسائل ترسلها الحواس إلى الدماغ، فدماغك لا تصله أي رسالة من الحواس. أنا أسألك، هو الآن يقول لنسي، أنا أسألك، هل تشعر بذاتك أو لا تشعر بذاتك؟ مع أن جسدك أنت لا تشعر به، ليش؟ لأنه ما في شيء أنت تحمله من في جسدك، ما في عضل أنت تشده، ما في احتكاك بجسدك، ما في احتكاك بالذائقة، بالشامة، بالعين، بالسامع، كل شيء مغلق، فكأنك دخلت وعلقت في الفضاء وغبت عن العالم الحسي، مع ذلك تشعر بذاتك. هنا يقول ابن سينا لو كانت الذات النفسانية، لو كان جوهرك النفساني عين جوهرك الجسماني، لكان المفترض ما تحس بشيء، لأن المفروض أن الجوهر الجسماني لا يتلقى أي رسالة، فكيف أحسست بشيء؟ هذا خير سبيل لإثبات أن الجوهر النفساني مغاير تماما للجوهر الجسماني، ونثبت لذلك تجرد الروح، لأنه ما دامت ليست جسمانية إذا فهي تجرد. نعم ليس تجردا تاما مثل تجرد العقول، عقول عشرة التي سيأتي معنا في الدرس القادم، ولكنه تجرد في مقام الذات من الفعل كما مر معنا في الدرس الماضي. هذا برهان يذكره ابن سينا ويقول فيه إن الإنسان يحس بذاته حتى لو انقطعت جميع الاتصالات الحسية عنه، وهذا خير دليل على أن الجوهر النفساني غير أي شيء في إطار الحس والجسم، إذ لو كان هو نفسه لكان مفترض أن يكون قد غاب، مفترض غيب أصلا، يعني تحدث لحظة غيبوبة، لأنه المفروض ما في أي رسالة عم تتلقاها. هذا دليل يهتمون به كثيرا، وطبعا هذا الدليل ما
إذا أردنا أن نتأمل فيه قليلا هو دليل معين إذا جاز التعبير وليس برهانا، لأن أصلا أنا لا أعرف ما الذي سيحصل في تلك اللحظة، ربما لا أرى لا أحس بشيء. أنا كيف أعرف أنه كيف أعرف ابن سينا أنه فعلا ستبقى تحس بنفسك؟ لا أدري، نحن لم نجرب هذه. ربما لو حصل هذا الأمر حقا حقا حصل هذا الأمر ربما الإنسان فعلا لا يحس بشيء، لكن كأنما النفس تستأنس فعلا، يعني كأنما يريد ما يسميه سيد صدر المنبه الوجداني، يريد أن ينبهني فعلا. هل أنت تحس؟ يعني أنت لو رجعت إلى نفسك ستصدق مع ابن سينا، صحيح سنشعر بذواتنا حتى مع هذه الفرضية، لكن ما فيش يفرض أننا سنشعر. لكن الإنسان بطبعه كأنما تتحرك الفطرة أو الوجدان عنده ليصدق بهذا الدليل، فكأن هذا الدليل دليل فلسفي معين لتنبيه الوجدان إلى الإحساس بهذا الشعور واستنتاج فكرة تجرد النفس من هذا الشعور. هذا ما يتصل بهذا الدليل في المقام. دليل الثاني وهو برهان البساطة والتركيب. هذا نفس السكران. نعم يسكر. لا يحس هذا. هذا يشعر في رسائل تأتيه، يشعر بالشيء يضرب بيده، يرى، نعم لا يركز، هذا يشعر. لا هذا غير القاضي. الصبح يفيق وتسأل يدون. نسي، لأنه لم يشعر، نسي، هذا بحث آخر، هذا يتصل بمسألة النسيان، لأنه يتصل بمسألة عدم الإدراك، ويتكلم، كيف لا؟ يعني يتكلم يجرب. لكن يعني ليس بالتركيز ما راح. ليس بالتركيز ما في مشكلة، لكن أصل الإحساس يشعر به. أنا غاية ما في الأمر أنه بعد أن يستيقظ لا يتذكر. لكن لا يقول علماء النفس بأنه لا يشعر بجسده، يشعر بجسده غير أمر، بس يستيقظ من الحالة التي هو فيها ينتبه أنه مثل ماذا فعل. وربما لو دققنا معه قليلا نتذكر بعض الأشياء، يعني ربما ممكن يتذكر، لكن لا، ادعاء ابن سينا شيء آخر، بأن يقول مسألة أخرى مختلفة تماما. البرهان الثاني وهو عبارة عن برهان البساطة والتركيب. قالوا مولانا العزيز أنت ألا تشعر معي أن جسدك مركب؟ تشعر معي أن جسمك مركب أو لا؟ نعم، في يد فينا نقطعها، في رجل فينا نقطعها، في أمعاء فينا نشيلها، في دماغ ممكن نشيله، في أذن، كل هذا موجود. إذن الجسد الإنساني مركب، هذا لا نقاش فيه. لكن أنت أدخل الآن توجه معي في رحلة إلى داخل أعماق نفسك، هل تشعر بالتركيب؟ تشعر نفسك أنا واحد. الإحساس البسيط أتكلم، إحساسك بأصل ذاتك هو إحساس بسيط. أنا أشعر بنفسي واحد، أنا ما عندي لست اثنين، ولا أحس بأنني أنقسم إلى قسمين، يعني بحيث أنا قابل تقسيمي قسمين، القسم الأول بيصير فلان النصف الأول، والقسم الثاني بيصير فلان النصف الثاني، هذا ما موجود. إذن هذا خير دليل من إحساسك الوجداني، من علمك الوجداني الذي لا نقاش فيه، في أنك بسيط لا تقبل القسمة، وفي المقابل من علمك الوجداني الذي لا تشك فيه أيضا، من أن جسدك مركب يقبل القسمة، هذا دليل أن جسدك ليس نفسك. إذ لو كان الجسد هو عين النفس لكان إحساسك بإمكانية تجزؤ النفس كإحساسك بإمكانية تجزؤ الجسد. فنحن من إدراكنا التمايز الجوهري هذا، أي بساطة والتركيب، ليس تمايز بسيط، تمايز البساطة والتركيب تمايز أساسي، من إحساس الإنسان، من إدراك الذاتي، من أن هناك تمايزا أساسيا وجوهريا بين جسده من قوسين قابلية التركيب والتجزئة، وبين نفسه عدم قابلية التركيب والتجزئة، نعم ندرك حينئذ إدراكا واضحا أن النفس شيء يختلف تماما عن البدن. إذ لو كانت عينه لكان يفترض أن يدرك الإنسان تجزؤ نفسه أكثر مما يدرك تجزؤ بدنه، لازم، لأنه نفسه تقريبا أقرب إليه من بدنه إذا جاز التعبير، فلا بد للوهلة الأولى أن يشعر بتجزؤ نفسه، بإمكانية تجزؤ نفسه وقسمة ذاته قبل أن يشعر بإمكانية تجزؤ جسده. فإذا هذا البرهان الذي أقامه الفلاسفة المسلمون، أي برهان البساطة والتركيب، يثبت أن خلف هذا الجوهر الجسماني يوجد جوهر آخر نفساني، وأن التمايز الرئيس بينهما هو في البساطة والتركيب. طبعاً البساطة والتركيب مش بمعنى أنهما منفكان عن بعضهما، لا، متصلان، وأن النفس لها نوع سيطرة على البدن، وهذا ما هي سيطرة النفس على البدن وشكل سيطرة النفس على البدن، هذه معركة من المعارك الضخمة أصلاً التي لا يمكن، لا نعرف متى تنتهي. كيف أصلاً علاقة النفس بالبدن؟ مثلاً الصدرائيين يميلون أكثر إلى النفس عين البدن،
النفس عين البدن، ولكن لا يذهب ذهنك الى الاتجاه المادي، ولكن النفس عين البدن، ولكن في نشأتين. الا تذكرون معي في السنة الماضية اخذنا مسألة الظهور المشكك، الوجود المشكك؟ الا نذكر ان الله يظهر ظهورا مشككا الى ان يصل الى الرتبة الادنى في قوس النزول؟ نفس الفكرة تطبقها هنا. يعني قالوا عبارة عن لوحة واحدة. نعم، قالوا بأن روحك في نشأتها المجردة هي ما نسميه نحن بالنفس، وهي نفسها في نشأتها المادية هي جسدك. هذا الموضوع أساسي عنده، وهذا ناتج عن فكرة الحركة الجوهرية التي يتحدث عنها صدر المدرين، أشرنا إليها في الدرس الماضي. إذن كأن الروح والبدن واحد، غير الأمر أن الروح في عالم المادة، في عالم الدنيا هي هذا البدن، لكن في نشأتها البرزخية هي هذه النفس، في نشأتها التجردية هي هذه النفس. وهذا طبعا سيأتي بحثه لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه بعض من الكلمات التي يطرحونها، ومن تأثيرات نظرية التشكيك في الوجود ونظرية التجلي والظهور التي طرحها أيضا العربي. بهذا يتبين معنا أن الجوهر الجسماني ثابت بداخل بعض الفلاسفة الغربيين فيوجد جسمه، ويتبين معنا أن الجوهر النفساني ثابت خلافا لبعض الفلاسفة الغربيين توجد نفس إنسانية غير هذا البدن الإنساني. يبقى الكلام أن نبحث في المعركة الأكبر عند الفلاسفة، هذه معركة الجوهر النفساني والجوهر الجسماني، معركة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية بالدرجة الأولى. لأن الفلاسفة الغربيين بعضهم أنكر وجود الجوهر الجسماني وبعضهم أنكر وجود الجوهر النفساني، بينما الفلاسفة المسلمين اتفقوا كلهم على الجوهر النفساني والجسماني. تذكرون قلنا بأن الإشراقيين قبلوا الجوهر الجسماني والنفساني، والمشاؤون أيضا قبلوا الجوهر الجسماني والجسماني والنفساني، ما عندهم مشكلة. لكن المشكلة الغربية إسلامية، إلا أن الكلام كل الكلام في تحليل الجواهر العقلانية، أي العقول المجردة الطولية، وكيفية فهمها وتخريجها وإثباتها ومنافذ الوصول إليها، وهي معركة داخل إسلامية من جهة وإسلامية وغربية من جهة أخرى. يأتي بحثها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بهذا ينتهي الدرس 44، ونبدأ غدا ببحث الدرس 45، الجوهر العقلاني. والحمد لله رب العالمين.